تنطلق بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، فضلا عن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفقا لثلاثة مسارات أساسية، حيث يشتمل المسار الأول على السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.